يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا
بسم الله الرحمن الرحيم. يا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله.